أنا أعرف الوضع المالي في ظل هذه الأزمة، وضع المالي للحكومة وهبوط أسعار النفط والتخصيصات للوزارات، لكن أنا وصلني خبر أن هنالك عدد من رجال الأعمال العراقيين الخيرين تبرعوا بسمت وخلسة. أريد صلت لي تحكي لي هذه القصة حتى نقدمها ونحفز البقية اللي بعتهم على قولتها أنه يدري وسويكت وكأنه ما يدري. فأكيد مثل ما تفضلت أستاذ نجم، العراق دائما مر بأزمة مالية صعبة، وهذا أكيد انعكس على السفارات، بس قدرنا الحمد لله من خلال تواصلنا مع رجال الأعمال، مع مجلس الأعمال العراقي، مع رجال الأعمال المستثمرين الموجودين، الناس الطيبة، الناس الخيرة اللي تحب العراق وتحب العراق وتريد تساعد، فقدرنا نتواصل وياهم، وللأمانة ما ترددوا. يعني أحد رجال الأعمال الطيبين المحبين للعراق يعني خصص باصات للسفارة حتى ننقل بيها المسافرين. كم باص؟ وفر لنا 15 باص. أي لأن مثل ما تعرف أنت بسبب حظر التجوال في المملكة، فمن المستحيل إذا مو صعب وصول المسافرين العراقيين إلى المطار، لأنه حظر التجوال الجزئي هو من 10 الصبح للـ6 مساء فقط داخل المناطق، يعني مشينا على الأقدام بس كسيارة صعبة. فتواصلنا مع الطيبين، وفرنا أحد الأخوان 15 باص، حصلنا بها موافقات من قبل الجانب الأردني، ونقلنا الطيارتين السابقة والطيارتين اليوم، وعن طريق البر وفرنا وسائط نقل مجانية للمسافرين وقدرنا نوصلهم، طبعا بالإضافة إلى استخدام سياراتنا كسيارات السفارة. لما تعرف أنه الأخوة العراقيين منتشرين بعموم عمان، فمن الصعب أنه تجمعهم مكان واحد، فكنا نستخدم باصات في أماكن معينة أو سيارات السفارة توصل للكبار بالسن المرضى، فكنا نروح أوجه الأخوان بالسفارة إلى أماكنهم ونوصلهم إلى نقاط التقاء الباصات، ووصلنا الحمد لله عدد كبير من عندهم. ما زالت هاي التبرعات من الأخوة رجال الأعمال العراقيين مستمرة للسفارة؟ أكيد، هي مو التنسيق مع السفارة، دعم السفارة، يعني الأخوان في مجلس الأعمال العراقي اللي هم اللي بادروا مبادرة التبرعات بالطرود الغذائية، وبدعم السفارة وبجهد السفارة قدرنا نوصل تقريبا 1200 عائلة عراقية متعففة ومحتاجة بسبب الظروف الصعبة اللي نفذ المواد الغذائية لديها. فدعم كبير من الإخوان والسفارة. قبل فترة كان 12 طن من الطرود الغذائية وصلناها العموم عمان، وما زلنا ما زال التعاون موجود مع رجال الأعمال والمتمكنين من الإخوة العراقيين اللي يجهزون السفارة بالطرود الغذائية، واحنا بدورنا نوزعها للعوائل في تواصل عندنا، لان دعم السفاره كان من خلال تجهيزهم بالقوائم. احنا عندنا قوائم من الاخوه العراقيين، نعم، اسماءهم وارقام تليفوناتهم، فنتواصل وياهم، نعم، ونوصل لهم الطرود الغذائيه اللي ساعدتهم كثير. انا من خلالك اريد كلمه تطوني الكاميرا شباب العراقيين او رجال الاعمال العراقيين والميسورين بالمملكة الأردنية الهاشمية أو في أماكن أخرى عندما تبرعوا، يمكن كلمة شكرا لا تكفي، وقد يكون لا نقول شكرا لأنه إحنا بغير العراق ما نسوى شيء، لكن أرد أقول للذين يزايدون أن هؤلاء الرجال عندما تبرعوا لبوا نداء الوطن فقط. لا تركب الموجة، على كيفك، لأن تعرف الوطن من يحتاج الخير شي يسوي؟ يبيع ثوبه، فكيف اللي عنده؟ ولذلك أكرر مرة أخرى، لبوا نداء الوطن، وليس أحدا آخر الوطن غير الوطن، والمعنى بقلب الشعر.